سادة النواب، سيدات النائبات، بودي أن أتحدث قليلاً قبل البدء بجدول الأعمال. أن البرلمان العراقي يمر في هذه الأيام بأصعب مرحلة، وأن مشهد العراق بشكل عام متأزم لحساسية الموقف وتراكم المشاكل والأزمات. نحن اليوم كممثلي الشعب علينا مسؤولية كبيرة، وعلينا واجب أخلاقي وقانوني واتجاه الذين انتخبوننا. الكل يعلم مدى صعوبة الموقف، وبالأخص ما جرى في الجلسة السابقة وفتح ملفات كبيرة، وكانت أنظار العراقيين والعالم متجهة صوب مجلس النواب، والجميع شاهد تفاصيل الجلسة. وبكوننا كممثلي شعب نتعهد بأننا ماضون في الكشف عن ملفات الفساد والفاسدين، والأمر الذي تعهدنا به للشعب العراقي. ولعل ما أثير من مواضيع واتهامات داخل المؤسسة التشريعية ليس بالأمر الهين علينا. هذه الاتهامات أثارت حفيظة الشارع والرأي العام، ونحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة وتاريخية. أما أن نفشل لا سامح الله، وأن ننجح ونمضي قدما نحو بر الأمال وإنجاح وإرجاع ما هو علينا من أداء مسؤوليتنا الرقابية وإيماننا بالخلاص الشعب العراقي. نحن في هيئة الرئاسة أكدنا على ضرورة كشف الحقائق وعرضها أمام الشعب العراقي بحيادية وشفافية عالية، وهذا من صميم مهامنا الرقابية. ونحن عازمون على الاستمرار في عقد الجلسات لسن القوانين والتشريعات، والبرلمان هو بيت الشعب، ومن الشعب نستمد قوتنا وعزيمتنا. كما أتمنى منكم أيها السادة الأعضاء التعاون والتكاتف لإنجاز ما يتوجب علينا من إنجازه وتكثيف العمل، وأدعو كافة اللجان لإرسال القوانين الجاهزة لتشريعها وتهيئة التقارير اللازمة لقضايا والمواضيع التي تثار في هذه الجلسات، والتي تتعلق بحياة المواطنين من ملفات الأمن والخدمات وأهمية التفاعل معها بإيجابية. قبل البدء